تشوف مع بعض ايه اتنين بتعبر عن ايه. What's ايه مين؟ يعني ايه رقم ايه ده بيعبر عن ايه؟ طيب بيعبر عن ايه بقى؟ symbol for tire walls and identify the manufacturer or certify the tire meets all regulations. يعني ايه؟ يعني ايه كلام الكبير ده؟ بيقول لي يعني الرقم ده معناه ان الشركة المصنعة بتضمن لي ان الكاوتش ده مصمم ويعني طبقا للمواصفات واخد ابروف من الدولة. تمام، يعني الدولة مدية ابروف للشركة دي ان هي مصنعة ضمن المواصفات العالمية اللي هي اللي احنا قلنا عليها اللود والسبيد والكلام ده. تمام، طيب يعني دلوقتي لما يظهر عندي اي واحد يعني معناها جيرماني، المانيا هي اللي عاملة ابروف على المصنع ده. تمام كده، يعني ايه اتنين؟ يعني انا ممكن لو مفيش اي دي، مفيش رقم رمز اي عندي، معناه ان هنا مفيش شركة مدية ابروف، مفيش دولة مدية ابروف على المصنع ده. المصنع ده مش ابروفد، يعني مش معتمد، مش حد مراقب عليه. تمام، فلما الاقي رمز من ده مثلا، لا هنا اي جيرماني اعتمدت، فرانس، ايطالي، اي رمز من دول بعرف بقى الدولة اللي هي اعتمدت المصنع اللي صنع اطار الكاوتش بتاعي. يكون موجود رمز رقم هنا على الكاوتش 300. يعني ايه 300؟ يعني تريد وير 300، يعني المفروض استفيد منها ايه؟ ده بيقول لي يعني ايه معدل التآكل، معدل تآكل الدوس. يعني كل ما يزيد رقم التريد وير ده يبقى الكاوتش ده يعني يشتغل فترة اطول او يستحمل فترة اطول معايا. تمام، لما يكون 100 يبقى معدل التآكل، او يعني الإطار ده بيستهلك يعني رقم قليل جدا. يعني مكتوب 100 مثلا، يبقى الإطار ده 32,000 وغيره. تمام، 32,000 كيلومتر. لو 300 زي ما احنا شايفين يبقى 96,000 كيلومتر. حسب التريد وير المكتوب عليه يبقى هو العمر الافتراضي بتاعه أو العمر المتوقع بتاعه.